السلام عليكم، معكم خديجة في جهة خديجة. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. غادي نحضروا مع بعضنا ان شاء الله لكشف جداد الخضره، وكنتمنى ان يعجبكم ونمشيو مع بعضياتنا لمرحله المقادير ان شاء الله. نحضروا مع بعضنا لكشف ديال جداد الخضره. في الاول غادي نبداو مرحله مرحله ان شاء الله. غادي نعملو لاباط ديال الكيش ديالنا. عندي نص كيلو ديال الطحين، 500 غرام، 6 ديال الكيسان ديال العنبه، عندي نص باكيت ديال الخماره، نص ديال الصبري، عندي نص كاس ديال باش نجمعو العجينه، عندي بيضه وحده، عندي 150 غرام ديال الزبده، وعندي شويه ديال الملح. غادي نعملو في الاول، غادي نعملو الطحين ديالنا. وغادي نعمل الملح، وغادي نعمل الماء والزبده. الزبده والخماره حتى نكون كنهجنها، هي كتعجن وانا كنعمل شويه بشويه. ندوزو مع بعضنا نكمل. بعد ما عملنا المرحله الاوليه ديال لاباط ديال العجينه، عجنتها انا في العجانه، دلكتها وخليتها كترتاح من 10 دقائق حتى 20 دقائق في الثلاجه، وجبتها وطلقتها بالمدلك، وعملتها في المول ديالي بعد ما رشيته، بعد ما دهنته شديتو بالزبده ورشيته بالطحين، عملت فوق منه لاباط، وديك الساعه قلبته شديتو بفرشيط بالمتك. وغادي نجوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي غادي نعملو بصل من بعد ما شحرته، باش نختصر الوقت، باش ما نبقاش عاد نضيعوا الوقت في التشحير وداك الشيء. من بعد غادي نعمل عاود فلافل خضراء وحمراء وصفراء بعد ما شحرت ومعاود بزيت بلديه وشتيتو د الملح. عاود غادي نعملوها فوق بصيله، فوق بصيله ديالنا بعد ما شحرنا كل شيء باش نختصر الوقت. من بعد عندنا جداد، حتى هو عاود من شرائح مربعات، هي عاود حتى هو شحرت وعاود شتيتو ديال زيت بلديه ونفس الشيء ملح. هاو تاهو غادي نعملو فوق الكيش ديالنا هايدا. من بعد عاود عندنا الشامبينيون، من بعد ما صفيتو هاو كنعملو فوق هاد الشيء هذا كامل. دابا غادي ندوزو المرحلة الثالثة. نجوزو المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة حيت حنا عندنا هاد ليكيش ديالنا ديال جداد الخضرة كيدير ثلاثة المراحل. المرحلة الأولى ديال لاباط اللي عجناها، المرة الثانية عندنا الخضرة والجداد من عفوا، والثالثة وهي الأخيرة هما عندنا لاباغاي كيش غنعملو بحال كيجي بحال شكل بيتشاميل. عندي ثلاثة بيضات، عندي ثلاثة المغارف ديال الفرص دقيق الأبيض، عندي نص كاس العلبة ديال العنبة الحليب، وعندي 250 مليلتر ديال الناطة قشدة طارية كتجي على حسب لامبا، وعندي ثلاثة حتى أربعة المغارف كبارين ديال الجبن المحكوك، وعندي هنايا الفلفل الأسود والملاح الملح الكوزه المحكوكه. قلتو مع بعضهم لان غادي نضيفهم كاملين مع بعضهم. وغادي نبدا غنعملو البيضات، غنطربوهم في هذا البول هذا. غنضيفو نص كاس ديال الحليب العنبه، وغنستمرو في التحريك. دابا كبيت قشطه طاريه، ومن بعد غادي نزيد هاد ثلاثة ديال المغارف د الطحين دفرص دقيق الأبيض. من بعد ما خلطنا الدقيق مع القشدة الطارية مع الحليب، غادي نزيدو هاد العناصر هادو، الفلفل الأسود والملح والكوزة المطحونة، ونستمرو في التحريك. عندي الجبن، هاد الجبن غادي نعمل شويش مع هذا لاباراي كيش، شويه شحال باقي غنعملو فوق
فوق لي كيش ديالنا. دابا غنشبروا هاد العناصر كامله، غنكبوها فوق هاد لي كيش ديالنا. خصنا غادي نعاودو كنعاودكم باش نخدم ديك العناصر اللي عندنا ديال لاباريكيز ديال لا بحال شكل ديال بيتاميل كيجي من على وجهها. المهم ماشي ضروري نخويوه كامل باش ما يفيطناش شي. المهم صافي هيدا كيجي على هذا الحساب. من بعد شويه ديال اللي باقي لي ديال الجب غادي نعملو عليها فطمنا. ونكوزو التقديم النهائي ان شاء الله. هو هذا الكيش ديالنا بعد ما دخلنا الفران في 150 درجه ديال حراره الفران. انا ما قلتهاش في الاول، كان ملي كنخرجوا من الفران كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع، كيجي المذاق ديالو ولا كلشي ديالو مزيون. ها هو كيفاش كيجي. وكنتمنى اذا عجبتكم الوصفه واذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بجيم وخليو لي تعليق، وان شاء الله نتلاقاو في جوله اللي ما جا ان شاء الله.